نص النهار ونص تقريب وقت البوز، الفرق الكل مشيت باش تفطر في المطعم الموجود في الملعب. الفطور كان سلطة وغلة، ماكلة صحية ومش دسمة باش ينجموا الصغار يكملوا الدورة من غير سوء هضم. سليم قدر عندك تلعب في الرجبي؟ عندي عمي عميل باش تغرمت بالرجبي؟ تغرمت ريت صحابي مشيوا نكو واني قبل كنت نلعب في الشارع، هما تبعت الرجبي حتى الشارع وليت معاش نعرف نمشي نمشي ترانا على روحي تعدى لصحابي. أنا هما أصحابك اللي ربحوا التورنوا في 2015 ولا عمناوا؟ الزوز الزوز عندي تغرمت بالرجبي وقت صحيح ولاد حومتي هزوني وقالوا لي مشي انت هزيتو هو ظرمك قال لي فوق هيك بشارع ويجي يلعب. شوف بشارع انت تكور فوت وانا كنت قبل كنا نلعب فوت نعمل عارف بشارع الركبي خير عليه على خاطر نحن وقت ساعات نتعلم في الشارع نضرب بالقوي وحدا حد ما جينا وقت زيد نروح للدار نكمل عاد في شد ليش كيف نلعب ونحن في الركبي نضرب عنا شكون مسؤول علينا عنا شكون يداوينا ويتلهيبينا. طيب فما برشا عبيد مغرومين بالركبي في جمال جمال أما تونس كاملة جمال حتى تونس جمال راي مشهورة في تونس كاملة اي نعم اما الركبي في تونس كاملة مش مشهور كما الركبي في جمال علاش جماعة جمال يحبوا الركبي؟ على خاطر جمال هي عندها برشة دنات قويين وواحد غلاظ الدنات ويعرفوا كيف يلعبوا مش كيف البلدان الاخرين كيف جات جات عندي باس اما نحن نعرف كيف عندكم تقاليد معناها في الركبي. كنت تفطر توا؟ عجبك الفطور؟ عجبني ها؟ ايش بو انا بالعاد ما عجبوش ماكلاش ماكلاش؟ اه عليه؟ ماكلاش الابيض شنوك؟ شنو الابيض؟ كسال الابيض معاك؟ كل مايونيز مش فاخر ريح سلبي شنو برشا قاعد؟ قال لك ريح صحيح عجبني ما عجبكش؟ عجبني البنان والتفاح. كي البنان والتفاح عجبك اما الماكله؟ فيه الطن والعظام كلها ما كلتوش كنت الشور. انت تحب الماكله الحمراء وبالخبز هكا؟ هذيك هي اما هذه صحيه خير. انا قالوا لي انتم جبتوا في السكان نتاعكم هريسه؟ خبز طابونه وماشي حاجه عندك لنا قول فرماج ما كليتوهمش؟ باش نحضروه من اخر النهار باش نقدروا كلهم اولاد معناها المهم تربح وبعد الماكله تجي نركض مع الجبال. شنو الماتش تاع تو؟ ما نعرفش مازالوا ما قالولناش. وسألت لطفي الزرمديني مسؤول في فريق جمال وناشط بجمعية المدنية على ظروف المشاركة في الدورة. علاش معناها نشوفوا دي بيرفورمانس عند لي جون هذوما موان 12 ans مرتين هزيتوا الكوب هذه واليوم تشاركوا زادة من ضمن أحسن الفرق ربما المشاركة وبعد ما فما شيء بعد ما فما شيء الوليدات هذوما كي يكبروا يعني وين يمشيوا؟ يقعدوا في الركبي لكن ما عادش نسمعوا بهم. البدايه هذوما صحيح يقعدوا في الركبي يقعدوا يترناو مي اللي يتبدل بيننا وبينهم هو في العمر نتاع ال 14 وال 15 العام تتبدل العقليه ابار لي امكانيات تتبدل الماكله تتبدل السيونس دونترينمون تتبدل ظروف معناها اللاعب فوالا ظروف اللاعب تتبدل يتبدل في مخ يكبر شويه ومراهقه ما فماش كون يحيط بيه ما فماش مكدر مو صحيح. هل انه هناك متابعه من الجامعه نتاع الرجبي للوليدات هذوما اللي يعملوا دي بيرفورمانس كبار؟ فما مثلا اعانه ماديه زايده؟ فما حاجه؟ ما فماش شيء. هذول ما تشوف في حتى حد معانا من ما يجي حد؟ ما يجي حد. معاكم من الجامعه حتى حد؟ من الوزاره حتى حد؟ حتى حد. عليه؟ مقاطعينكم ولا شنو؟ ما همش مامنين بالصغار. ما همش عارفين اللي الخدمه تبدا من اللوطه. باش تعمل كيب ناسيونال لازمك تتلهي بهذم. سينو باش باش ماشي اذا كان هما يحبوا يعملوا كيب ناسيونال هذايا. اذا كان يحبوا يعملوا كيب ناسيونال. فوالا سا سي كيستيون. الكيب ناسيونال يتفقدوه للصلاه كما العاده. علاش شنو مثلا علاش خليك تقول هكا؟
على خاطر انا ما شفت شيء تو اللي هز وليت عم ناول والسناء ونجي نتلفت ورايا ما نلقى حد ما حاجتهمش بالصغار ماهمش لاين بالصغار باه بوغ فيغ سو فواياج والتورنوا هذا الفريق ينجم يشارك فيه فما مصاريف شكون يعاونكم في المصاريف هذي؟ موارد الجمعية الخاصة والمدنية جمعية المدنية اللي هي مأمنة بالصغار واللاكس نتاعها تخدم على الصغار وانت تعرف المدنية نشوفوها في النقل نشوفوها في الوظيفة في الكتور في المطالعة مركزة على الصغار ونشوفوها زادة في الرياضة كما برشا عشرين وجيت حتى لهنا وتبعد مشيت برشا وأمنت بي واللي مشي والحمد لله سبا يعني المجتمع المدني يشجع والدولة ربما اللي هي الإطار بتاع السبور هذايا من واجبها نشجع الشباب تعاون حتى كي نقولوا سوتيان مورا مش لازم تعاون ما كي تجي تتلفت ما تلقى حد ما فماش حتى تمثيلية سامحني احنا اليوم في نيس ما نتصورش في نيس مطعم هبطت في العيون تصوير جبال وهذا كوب وباش تحاول باش تزه ثالث حتى مسؤول ما يظن لي فما مسؤولين تونس في نيس فما حد كونسوليه فما سفاره فما حد شوفوا حد مؤسف على خاطر في نفس الوقت سي ان بونور دو فواغ الصغار هذوما يعني يهزوا علم تونس ويشاركوا مع اعتى الفرق العالميه لكن في نفس الوقت حتى حد لا يجي حتى حد لا يأطرهم حتى حد لا يبعث لهم كلمه باهيه قول لهم صحيتوا بارك الله فيكم لغالب كما قلت اعتى الفرق مش تفادليك جنوب افريقيا طولون فرنسا وايطاليا يعني كدرابو معناه يتهز يعني يتهز في وسطهم يتهز هو لول وهذه المره الثالثه ما نصورش فيهم اكثر منك Le niveau général de ce tournoi le niveau général cette année, je le trouve très très bon, très relevé. Et vu que l'équipe d'Abu Dhabi ne gagnera pas, j'espère que Djemel va gagner. Ah, pourquoi elle ne gagnera pas Abu Dhabi? Non, parce que le niveau cette année, le niveau de l'équipe n'est pas suffisant. Donc qui gagnera ce tournoi? Allez, je dis une finale, Afrique du Sud Djemel. Le résultat, je sais pas. Merci. وفي انتظار أنه فريق جمال يخوض الدور ربع النهائي ضد فريق لوزان السويسري تلقيت مع سي الحبيب لاعب سابق للركبي وسي طاهر الاثنين مقيمين في نيس سي حبيب اللي تسكن وين؟ في نيس في غراسكو في نيس شو تخدم؟ بني أما كنت لاعب ركبي قبل أنا من أول عباد اللي عملوا الركبي أول إكيب ناسيونال 78 جونيور مشات من تونس مشات لإيطاليا تورنوا جونيور في إيطاليا كنت أنا موجود فيه لعبت عامين في الإكيب تاع غراس ولعبت عام ونفس في الإكيب أندور هذه ما بين مش احتراف تلعب وكهو احتراف خاطر ما فماش كونترال الركبي ما من عام 89 ولا أنا فهمت ولا أنت قبل في الوقت هذا كان اليوم الرقبي توا كيما فريق جمال هذا الصغيرات اللي هما اقل من 12 سنه تلقاهم باهين وبعد ما تلقاش متابعه ما فماش امكانيات ما فماش انكادرمون هي تعرف الواحد احنا اعلى الماديات اللي لعبنا بها احنا اقل احنا نعملوا شوفمون تلقى جينيور تلعب واحنا السنيور نستناو اللي يكملوا جينيور باش ناخذ الزباط سي طاهر انت مقيم في نيس مقيم في نيس مغروم بالركبي علاش جيت اليوم؟ ولا اسم جمال جابك؟ لا مغروم شوي كنت تفرج كنت في جمال كي نروح وعمناول جيت انت اصيل انا منطقه اصيل مدينه جمال جيت عمناول تفرجت وسنين زدت جيت تفرجت خاطر ما فماش برشا تونسي يجيو فماش ما يسمعوش ما فماش شكون يجيب المعلومه وحتى عندي صحابي نقول لهم يمشيوا راهي ليكيب باش تلعب شنو يقول لك انا خويا شمزي الموناكو نمشي عشان يشرف عمناول انا اللي في العمر الرضي نجري فرحان كن انا مربحه وعزو حاجه شرفتنا انت كنت تشوف اسم جمال مكتوب في الطابلو ست فين في الجزائر تشوف الدراب وكنت تشوف الملكه قاعده تعطي دريات الصغار ست فين في الجزائر
فريق لوزان كان منافس صعب، والوقت القانوني انتهى بالتعادل، وحتى بعد 3 دقائق إضافية التعادل كان سيد الموقف، لكن الحكم أعطى الفوز للفريق السويسري نظراً لحصول فريق جمال على ورقة صفراء، حاجة ما قبلهاش أحمد المدرب. Est-ce que c'est marqué 3 minutes, c'est marqué. 3 minutes. Mais 3 minutes, 3 minutes, c'est 3 minutes. 3 minutes, c'est 3 minutes. Il n'y a pas marqué 6 minutes, 9 minutes. Il n'y a pas marqué, il y a 3 minutes. Combien de fois la méthode 3 minutes, c'est 3 minutes. C'est pas marqué. Vous ne comprenez pas. Regardez. C'est marqué, regardez. 3 minutes. 3 minutes. Oui. Voilà, les 3 minutes, elles ont été faites. Combien de fois 3 minutes. Mais il n'y a pas besoin de marquer. في قانون الدورة وفي حالة التعادل يقع إضافة 3 دقائق، وفي حالة تواصل التعادل كما هوني الفريق اللي يحصل على أوراق صفراء أكثر من منافسه هو اللي ينسحب. خرج فريق جمال من المنافس على اللقب ويلعب بعد شوية على المرتبة 5 أو 6. المدنية جمعية تأسست في 2011 وهي ناشطة بالمجتمع المدني واهتمامها خاص بالأطفال والرياضة والمطالعة وكل ما يهم مستقبل الأجيال القادمة في تونس. سي لطفي، في 2012 وقت قابلتك أول مرة قلت لك علاش ما تعملش السياسة؟ جاوبي نفس الإجابة اليوم. إي بالطبيعة، وهداني ربي اللي ما عملتش السياسة، على خاطر الحظ هي بيدها وتضيع الوقت على بلادنا هو بيد. احنا في ظرف هذا 6 سنين، شوف احنا شو خدمنا وشوف السياسيين شو خدموا شو عملوا. احنا اليوم نوصلوا قرابة 16,000 ولايد وبنية كما قلت المدرسة. فتنا 450,000 شجرة مزروعة في نطاق مليون شجرة مطالعة. فتحنا ديجا 2 دار مدنية، يعني من أكبر مكتبات في شمال أفريقيا، وبإذن الله باش نفتحوا الثالثة إلى آخره. يعني بالطبيعة احنا في نطاق الرياضة، أنت تعرف شو عمل. فالمجتمع المدني هو مستقبل البلاد بكل صراحة، اللي يحب يخدم يمشي المجتمع المدني. فلسفة المجتمع المدني ما تستناش الدولة، ما تستنى حتى حد. إذا احنا مستنين الدولة رانا لتوا شادين الصف نلوجوا باش منحة باش نركبوا الوليدات باش يجيو احنا ما نستناو حد. هذا واجب عليا كمواطن. أنا بلادني وصلتني وحماتني وقراتني وداواتني، ما استنى حد بورقيبة وقتها قرر باش يحط 30% في الميزانية في التربية بلكشي قال لا استنى شكون باش يجيبني ولا البنك الدولي ولا غيره. لا، يلزم الانيسياتيف. فبالحق يعني من ناحية المساعدة والدولة هما كانوا يتهاو في المشاكل السيادية، كانوا ينظفوا لنا الولاد ويحيوا لنا الإرهاب، ديجا فيه ألف بركة. فباش نرجع لقولك ما نستناو حد. احنا نتفكر والله تأسفت برشا، جبنا فريق لافيرون وصلوا ربحوا ميداي دو برونز في الشامبيون دي موند بطولة العالم. عاد فما البنية من البنيات كانت متأسفة برشا، لاحظت أنه وزير المجر للرياضة حاضر ويكونسولي ليكيب نتاع المجر اللي تونس ربحتها، وتونس على المنصة دارت لصاحبتها قالت لها ريت احنا حتى القنصل العام بالنسبة ما جاش سلم علينا. قلت لهم ما تستناو حد، قلبكم وانتم العلم، ما تستنى حد. ليش حاجتك به القنصل العام ولا الوزير ولا غيره؟ انت يزمك تحط في مكانك في مكان الوليدات ذوكم اللي عمرهم 12 سنة اللي خارج من جمال وجاي لموناكو. تصور الامباكت نتاع المغامرة هذه الكل على الانفان، على هو وعلى عائلته وعلى فكرته وكيف يشوف حاجات هذه، يعني باش تفكرها حياته كاملة. أكيد. في الخير. أكيد. باش يتفكرها في الخير. المقياس للحضارة وتقدم الأمم من عهد ابن خلدون هما الحاجات هذوما. تو أنت كي ترى بنية راكبة على حصان في الليكيتاسيون التونسية، أمال مزيان اللي احنا شجعناها ووصلناها وكذا، وتمشي تتعدى في يورو سبورت 40 ثانية وتربح الألمان وتربح الفرنسيس والبلج، هذاك مقياس. معناها كي تشوف التونسية واقفة على حصانها قاعدة
كل شهامة. اللي يتفرج يقول لك اه هاو ايماج نتاع تونس، هاو عندهم بناتهم وحرقات وكذا بالإيماج. كيف كيف الوليد الصغار، احنا عندنا بنات في الفريق زمان. جمعية المدنية لكل عام تدعم فريق جمال الركبي ماديا ومعنويا. دعمت أمال مزيان بطلة الجامبينج في دورة موناكو 2014، وأظهرت أن المجتمع المدني ينجم يكون فاعل ومؤثر إذا كانت تكون خدمته جدية والنتائج الإيجابية تظهر بعد للناس الكل. فهذه يعني كما مثلا احنا خدمتنا بالنسبة للمعاقين، احنا في دار المدنية في تونس احنا لاهين بمدرسة كاملة المكفوفين. دخلنا أول مرة ببليوتيك سونور مع بالتعاون مع السويسرا، فالسويسريين يعني أعجبوا برشا. فهذا مقاييس، هذه قوة الإيماج، هذه قوة الكوميونيكاسيون، هذه الكوميونيكاسيون. واصل فريق كاب تاون الجنوب أفريقي تألقه في الدورة وكان في طريق مفتوح للوصول إلى النهائي. هذم أطفال عمرهم 3 سنين واللي حبوا المنظمين يغرموهم بالركبي. أما على المدارج لاعبي جمال كانوا متأثرين بالخروج من المنافسة على اللقب. أنت من نيوزيلندا وأنت متطوعة لاهية بالفريق التونسي. I'm a volunteer with the Monaco Federation helping with this tournament and I'm looking after the Tunisian side. How you find them? Great. They've been a good team. I met them for the first time yesterday morning. They arrived here from the airport and they've just been really well behaved and a great representation of their country. The team is sad. لكن الفريق حزين توا. I know they drew and because of the rules they didn't get through. But the game they played since then, they've won, and they have one more game, and they, yeah, it's... That's sport. Yeah, that's sport. Unfortunately, there's always a loser in each time, so... Yeah. They've been playing well, and yeah, they've been really great kids. خرج فريق جمال بالشارع بالمباراة الترتيبية ضد فريق تولون، لكن النتيجة قالت للفريق الفرنسي. اليوم نهار كامل ما شفت حتى حد قال لصاحبه أي مسامش، هيا كذا نقف مع بعضنا، كرة تحت ندزوا ونتعداوا نفك الكرة ونعاودوا نلعبوا، كل واحد يلعب وحده. عبارة كل واحد يلعب في استاد اليوم. مانيش مركزين، مانيش مع بعضنا. أنا صار لنا نستاهلوها. أنتم عندكم الحق. تفهموا فيه ولا لا؟ أنا خدمتوه، طبقتوه، ضحيتوا، جيتوا في الصلاة، ترينيتوا كان سبت واحد، فهمتوا ولا لا؟ لعبتوا بالموجود، أما غدوة أضيع راهو شوي، ما نعمل لكم حتى شيء، لاحظتوش حاجة في الماكلة. جوريت اللي هناك الكوليكاية تشرب برشا ماء، احنا شربناش برشا ماء، كليناش الماكلة نتاعها، علاش؟ واحنا شبينا؟ علاش ما تنظموش؟ علاش ما ننضبطوش؟ علاش ما نركزوش؟ هذاك شو ناقصنا؟ الفرق بين احنا والاخرين هو الشيء هذاك. قدم فريق جمال صاحب المرتبة السادسة لمنصة التتويج فيما قالت المرتبة الثالثة لفريق موناكو. موسيقى
في الدور النهائي المباراة كانت سهلة لفريق كاب تاون قدام فريق لوزان، فريق جنوب أفريقيا فاز باللقب، لكن فريق جمال كانت مشاركته مشرفة، مثل بلاده ولعب بكل جهد من أجل تونس، والامتياز يذهب كذلك لكل أعضاء فريق جمال وجمعية المدنية اللي سهلوا حلم الصغار من أجل المشاركة في دورة دولية كما هذه. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم. ديما تنجموا تتفاعلوا معنا على الباش فيسبوك يومية مواطن وتقترحوا علينا مواضيع تنجم تكون حلقة قادمة من برنامجنا. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. في الأمان.